هي طريقة إجراء هذا المؤتمر عن طريق البث الجراحي الحي يمكن الجراحين المتواجدين في روما من أنهم يتبادلوا الأسئلة ويشوفوا خطوات العملية أثناء إجراءها. الحقيقة اختيار المعهد حدث لأن هو يتمتع بوجود تجهيزات طبية وجراحية من حيث الميكروسكوبات وأجهزة عمليات الشبكية والآلات الجراحية، بالإضافة إلى وجود التجهيزات اللازمة والتقنيات المتقدمة لنقل هذا البث حي أثناء إجراء العملية لأي مكان في العالم. الحقيقة دي فرصة كويسة نعرض الخبرة المصرية لمختلف دول العالم لعلاج مثل هذه الحالات الصعبة. بالإضافة إلى أن وجود المعهد ممثلا لمصر في هذا المؤتمر العالمي ونجاح إن شاء الله تجربة البث الحي أو نجاح العملية هيؤدي إلى أن تبادل زيارات الجراحين الآخرين من مختلف دول العالم إلى مصر للتعرف على هذه التقنيات الجديدة اللي بيتم بثها النهاردة في العرض الجراحي.